السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم عبد الهادي بخاري من شركه بروج العقاريه. اليوم احنا في منطقه جميله جدا في اسطنبول، منطقه بشكشهر. عندنا مشروع مميز جدا يقع في منطقه حيويه وجميله، موقع مميز للاستثمار. تعالوا معنا نشوف تفاصيل هذا المشروع على المجسم. تعالوا معنا نشوف المجسم. هذا المشروع يا جماعه مبني على ارض مساحتها 400,000 متر مربع، زي ما انتم شايفين تتكون من وحدات مختلفه في مساحات كبيرة جدا. هذا المنطقة الأولى، عندنا المنطقة الثانية والثالثة والرابعة، عندنا زي ما انتم شايفين جامع خاص بالمشروع، عندنا هنا مدارس متوسطة وثانوية، وأيضا يوجد مستشفى هنا موجودة. طبعا خدمات كثيرة في المشروع، كل منطقة لها خدماتها الخاصة فيها، مواقف سيارات مفتوحة، مواقف سيارات مغلقة، وأيضا مسابح، حمام تركي، ساونا، كل الخدمات موجودة في هذا المجمع. طبعا المشروع مناسب للجنسية التركية، فتعالوا معنا الآن نشوف شقق النموذج في المشروع. اهلا وسهلا فيكم. احنا الان طبعا في شقه نموذج مساحتها 187 متر مربع، 3 غرف وصاله ومستودع. طبعا بعد ما ندخل هنا زي ما انتم شايفين هذا الانترفون، وعندنا مباشره هذا الدولاب للاحذيه الله يكرمكم، وايضا ممكن لتعليق العبايات وغيرها. مباشره على يدنا اليسار ندخل الصاله. طبعا مساحه الصاله مساحه كبيره، 37 متر مربع تقريبا، مساحه جيده جدا. أهم شيء في هذا المشروع يا جماعة ارتفاع السقف، زي ما انتم شايفين تقريبا 3 أمتار، نادر تحصلوها في المشاريع. عندنا طبعا للصالة أيضا بلكونة خاصة فيها، مساحتها تقريبا 10 متر مربع. شوفوا مساحة جيدة جميلة جدا. وأيضا يهمنا في المشروع هذا استخدامهم للباركيه الممتاز وجودة الأبواب والسيراميك. شوفوا معانا هنا مسكاتها ممتازة جدا والأبواب جيدة، وأيضا السيراميك المستخدم في المشروع ممتاز جدا. عندنا هنا المطبخ، مساحتها جميلة جدا. طبعا المطبخ تختلف مساحتها حسب الشقق، عندنا غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة، وأربعة صالة في المشروع. هذا المطبخ لثلاث غرف وصالة، زي ما انتم شايفين هذه الدواليب تسلم بالكامل مع طقم الفرن، وايضا عندنا غساله الصحون تسلم من ضمن قيمه الشقه، وايضا عندنا هنا الدولاب المكمل. طبعا زي ما انتم شايفين ترتيبها وديزاينها جميل جدا. نشوف تفاصيل الشقه الباقيه. عندنا اول ما نخرج هنا مستودع، منطقه كويسه يعني، وايضا الغرفة الأولى غرفة الأطفال، ممكن نستخدمها كغرفة أطفال. هنا مساحتها ممتازة تقريبا 4 في 3. هنا مباشرة على يدنا اليمين عندنا مكان لغسالة الملابس، أيضا بالمقابل عندنا غرفة أخرى ممكن تستخدم كغرفة أطفال، مساحتها أيضا كويسة 3 في 4 تقريبا. هنا عندنا البانيو والحمام الرئيسي للشقة، طبعا السيراميك والبانيو الادوات الصحيه المستخدمه بشهادات من معهد المقاييس التركي درجه اولى. عندنا هنا غرفه النوم الرئيسيه، مساحتها جدا كويسه 5 تقريبا في 4، مساحه ممتازه جدا، وايضا لها بانيو وحمام خاص فيها الله يكرمكم. طبعا زي ما ذكرنا المشروع هذا في شقق مختلفة، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة، وأربعة وصالة، مناسبة للجنسية التركية. في نهاية هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ونشر هذا الفيديو للأحبة والأصدقاء. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.